احنا الجميع يعلم بان هذه التجربه كان فيها علاقه متميزه بين حزب العداله والتنميه وبين حزب التقدم المشترك. حتى لما كان كيكون بيناتنا اختلاف كندبروا في اطار الوضوح والمسؤوليه والتنازل المشترك، سواء على مستوى الحكومه او مناقشه القوانين في البرلمان او الجماعات او غير ذلك، ولكن دائما الحفاظ على الاساسي ودائما الاحترام المتبادل ودائما استقلاليه القرار ودائما عدم الركوع الى اي جهه اخرى غير الهيئات التقريريه ديال الاحزاب ديالنا دائما. وغنستمر. قلنا كذلك بان عندنا تحالف اليوم مع من؟ مع الحركه ومع الاحرار. مرحبا في اطار هذا التوجه، راه قلتها في الكلمه ديالي، في اطار هذا السعي مرحبا مع الحركه. الحمد لله في وسط هذه الحكومه ما وقع حتى شي ازمه. مع الاحرار مره في هذه الشهور الاخيره، ولكن هذا الشيء مرتبط اساسا بالاراده ديالهم. اما نحن فاعتقد ان لا مانع، واعتقد ان نفس الموقف عند الاخوان ديال العداله والتنميه، باننا ان نواصل هذه التجربه. بالطبع حنا وكان ذلك موقف العداله والتنميه والاخ عبد الاله بن كيران تذكرونه قال هذا الشيء هنا، اول ما قاله لما بغى ياسس هذه الحكومه وقالها لنا لما جينا نشوفوه انذاك اول مره بشكل رسمي، كان معايا الاخ عبد الواحد الرفيق عبد الواحد سهيل، بان الاختيار الاساسي هو ان يصطف الى جانب الكتله الديمقراطيه بالمكونات الثلاثه ديالها. هذا الامر وارد، لكن وارد شريطة أن تكون إرادة قوية عند الأحزاب المعنية. إحنا بالطبع ما لا يمكن إلا أن نؤكد على ذلك لأننا ننتمي إلى هذه المنظومة تاريخيا. عسى أنه الجميع يلتزم بالتوجه اللي إحنا حملناه. إذا كانوا غاديين في هذا الاتجاه مرحبا. ربما البعض منهم اساسا في حزب الاستقلال، بحال اللي كيقولوا الفرنسيين يلسوا في لو شو لو فرو، عليهم انهم يوضحوا. والاخرين اللي هما الاخوه الاتحاديين اللي عندنا في اليسار قرابه معهم وغير ذلك، لحد الان التوجهات المعلنه ديالهم تسير في اتجاه مغاير.